نرجع تاني لمباراة الأهلي وبلدية المحلة وقائمة النادي الأهلي لهذه المواجهة وهناك قصص وحكايات طبعا في حراسة المرمى مصطفى شوبير محمود الزنفولي ومصطفى مخلوف ثلاثي في حراسة المرمى خط الدفاع عمر كمال عبد الواحد وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيع ومحمد عبد المنعم وفي الوسط كريم وليد وعمرو السلاية وإمام عاشور مع مروان عطيه ومحمد مجدي قفشه وكريم فؤاد وفي الهجوم حسين الشحات وبيرستا وطار محمد طاهر وأنطوني مودست واسامة ابو علي ورضا سليم دي قائمه الاهلي لهذه المواجهه ابرز الغيابات اللي بسبب الاصابه محمد الشناوي خالد عبد الفتاح اليو احمد نبيل كوكا ياسر ابراهيم والاستبعاد الفني كريم الدبيس محمود متولي حمزه علاء احمد عبد القادر محمد الضوي كريستو ومحمود كهربا تعالى لي بقى امبارح هنا في رقم عشرة حكيت لكم التفاصيل وكررها تاني عشان تعرف برضو الوضع ماشي فين. مارس كولر وافق ان كهربا ما يسافرش مع الفريق لرحل لرحلة لرحلة في في غانا المباراة في دوري ابطال افريقيا. وافق هو اللي وافق خايب بيبو كان رافض تماما وقال لك كهربا تعال ناخد راي كولر فكولر وافق على مضض يعني ايه على مضض يعني قال له انا مش هقف قدام امور انسانيه انت شايف ان فرح شهوتك ده حاجه مهمه فانا مش هقف قدامك بس ده هيتبعه انك مش هتبقى المهاجم الاساسي للاهلي انك هتبقى خيار اخير في المهاجمين يعني لو عندي هبدا مباراه زي بتاع بكره دي بلديه المحله هبدا بمهاجم مودست مثلا ابو علي هيبقى الدكه هبدأ بأسامة أبو علي هيبقى موديست على انت هتخش امتى؟ لو واحد في دول <applause> عفوا تعرض للإصابه او الإيقاف او مستوى قليل جدا فانت ساعتها هتخش مكان واحد فيهم. يعني ايه؟ يعني كولر ما قفلش صفحه كهرباء نهائيا. بس من الآخر كده التفسير السليم يعني والتفسير السهل دي قرصة ودن. ودي بالنسبه أرست ود موجعه جدا وممكن تطول شويه وممكن تطول شويه طيب رد فعل بقى محمود كهربا لما عرف القائمه النهارده كان غاضب جدا غاضب جدا بعد ما عرف القائمه وما آه تم نشره من اسماء للاعبين في هذه القائمه قائمه مباراه بلديه المحله كابتن خالد بيبو مدير الكره احتوى غضب كهربا بسرعه واتكلم معاه وقال له ما تنفعلش وما تعملش اي مشكله وما تفتعلش اي ازمه وما تعملش اي تصرف غلط وقال له قاتل جدا في الملعب الفتره اللي جايه عشان ترجع لمكانك او تفرض نفسك على قائمه الفريق في المباريات اللي جايه وانا مع الكابتن خالد بيو هو برضو فكره الدبح ده بيبقى دمه تقيل كهربا وانا مختلف انه كهربا ما يسافرش مع الاهلي في مباراه مدياب بسبب الظرف اللي كان عنده الظرف الجيد مش الظرف يعني طارئ او او مشكله او لا قدر الله حد وفاه ده ظرف لطيف فرح ومناسبه سعيده حتى لو شقيقته وحاجة مقدره وكل شيء بس مفيش لاعب محترف بيعمل كده انه يسيب فرقته لاسباب سعيده بس مش هندبح الراجل وأنا نصيحتي أنا كمان زي كابتن خالد بيبو لكهربا أنت وشطارتك الفترة اللي جاية دي لازم تبقى هادي جدا ليه؟ كلنا كده وأكيد لعيبة النادي الأهلي أضرب بس كلنا إحنا متابعين وشايفين من بره عارفين وشايفين إن مارس الكولر لو قفل من حد ما بيشمهاش مش هتشم النجيلة تاني معاه فمن الذكاء إنك تتعامل بهدوء هتعمل أزمة هتعمل مشكلة هتبين إنك متضايق الراجل ده ما معاه هيروح يجيب محمد عبد المنعم مهاجم عادي جدا لو فديت يعني قدام فما تحاولش مش هيبقى مضطر يعني الكهرباء لاعب مهم وهيفضل لاعب مهم ومؤثر فلا الأهلي يخسره ولا هو كمان يخسر الأهلي الفترة اللي جاية طيب دي حكاية